كان معك حق، اختياري غلط. وهلا صدقيني عم عض اصابيعي ندى، باي وش بدي قابلك ما بعرف. صارت تنزل وفجأة اجتمعوا كل العالم. بسيطة بسيطة. شبك ليه عم تبكي؟ ما صار شي، خلص بقى حاج تبكي. تعي خير، شو اللي صاير؟ المدام اللي هنيك حط الشمع كتير على الكيك تبعها، والحساسات اشتغلت وصارت رش مي، وبعدين الأمن دق وجرس انزال. يا أستاذ شو اللي عم يصير هون؟ لازم تتصرف وتحل المشكلة. خلاص طول بالك، أنا بعتذر منكم، مرتي هي السبب وعملت هيك بدون قصدها، صدقني أنا آسف. باعتذارك هاد رح يرجع المؤتمر مثل ما كان؟ شبك يا أستاذ شو هالحكي؟ المخلوقة ما عملت هيك عن قصد، والشي المنيح أنه ما حدا صار له شي، يعني غير تيابك اللي تبللت. صح. طيب اطلع على الناحية الإيجابية، من الواضح إنه هذا الأوتيل فيه نظام أمن وطوارئ ممتاز، وهذا شيء لصالحكم أنتو، مو هيك يا شباب؟ كلنا جينا كرمال هالمؤتمر هاد، يلا لكن خلونا نكمل شغلنا، تفضلوا، يلا.